وتمضي بنا قافلة الأيام عبر أودية الحقيقة ودروب الأوهام، نبني من أطياف مشاعرنا قصورا رائعة من الرمال، فتمحوها بعبث من بصائرنا أمواج بحر الخيال. هكذا حكاية الإنسان مع أقداره، مكتوبة بحبر الحياة على جبين الزمان. وهكذا قصص الإنسان، تتساقط أوراق أحداثها من أحضان الأعشاش والأغصان، ساعة أنشودة بشرى وقطعة من الجنان، وساعة أخرى من هولها يشيب الطفل قبل الأوان. إنها قصص يرويها لنا بلسان الفرحة أو الشجن، لسان راوية الزمن. راوية الزمن، إعداد أحمد اليعقوب، هديل السلطان، تقديم عبير الجندي، صادق الدبيس. راوية الزمن، تنفيذ فتح القطان، إخراج صاحب خليفة.